قابلنا باشا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. المعادي. معادي. ادينا المعادي. فين في المعادي؟ شارع 9. امال يا باشا تحت امرك. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليكم. تسلم. حلوه برضه الشغل العالي في الشعر ده. ايوه يا ابني انت منجح على نفسك. امال ايه يا اسطى؟ روق على حالك يا ابني. مستعجلين؟ على الله يعني. والله ورانا شغل. شكلكم مستعجلين. ورانا شغل. ولا تشغلوا بالكم. ومعاك ابو علي، اخوك ابو علي فارس الطريق. يا عمي على الله. ملقبني بفضل الله وسط اصحاب التكسيجيه فارس الطريق. اه والله الحمد لله مفيش حد من صحابك اما الرجاله يحصل له حاجه الا ويكلم. اقسم بالله بفضل الله اديها واكون عنده. انت على وضعك. الواد كريم ابو سمجه ده عيل صاحبي كده يعني البفا بتاعي. انت على وضعك. حصل معاه حوار ابن يزين. حكينا شباب. اه والله عيل سب بتوع الدايري في عز الدور. رن علي، رن علي على الموبايل. انت عملت ايه؟ ولا اي حاجه، كملت ان هو بتنادي. انا قوم ليه يعني؟ عارف لا بس الحوار الكبير اللي حصل معايا كان ابن لذينه ده بجد بقى وبامان. كنت ماشي انا وفاطمه بنت عم على شط المايه بنحكي وبنتساهر، طلع الحوض خطف مني فاطمه ونزل بقى المايه ما سبتوش. نزلت وراه قفشت الحوض من رقبته ومتزنق عليك كده فاهم انت بالباي والباي كده ايه؟ امشي يا ابن لذينه يا راجل والله الحوض وشه مرور يا ابو علي يا ابو علي. قلت له عادي حط في فاطمه لا هوبا تف فاطمه الحمد لله. اول ما تف فاطمه حطها وطلعت بيها على البحر عادي قدام الناس والحمد لله. انت على كده بتعرف تعوم؟ بعرف اعوم. بقول لك انا بطير في الجو. بطير في الجو بيشوخ رابسه. ايه؟ صلى الله عليك. بيشوخ رابسه؟ بيشوخ رابسه؟ والله ايه؟ لا يا عم ندردش مع بعضينا. انا حصل معايا حوار بامانه يا رجاله احكي لكم عادي. يا عم احكي حوارات احكي لكم زي الورد. احكي يا شباب. ماشي على الطريق ماشي بالحلمبوحه بتاعتك. ايه الحلمبوحه دي؟ ايه؟ حد في سنك ما اعرفش الحلمبوحه. انت عارف ان انا عارفها كنت قلت لك. انما انا ما اعرفش. الحلمبوحه جدع انت العربيه. خلصان اقول. كنت ماشي على 280. كنت طاير بالعربيه كنت شايف قدامي كنت مونون. هما لقيت لك عيني على اليمين ولقيت لك فرح على الشمال. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اخش في العيلين ولا اخش في الفرح؟ كنت افكر في اقل خسائر. كنت داخل في العيلين، عيل مات والتاني طلع يجري على الفرح اسيبه. كنت طاير وراه. كنت مدغدغ هو الفرح عجبتك اقسم بالله. انت مصحف عجبتك يا عم. سيبك من ايه يا عم انت شكلك مالكش. اقول لك على حوار تاني. اقول لك على حوار تاني يا عم انت مقافل عليا ليه؟ الواد كان ايه؟ كريم النرويجي ما سمعتوش عنه؟ ما سمعتوش في طب اليوم ده. ازاي يا جدع النرويجي ازاي وما سمعتوش عنه؟ النرويجي ده بينزل يقفل اجدع منطقه. لا لا ده عنده. بعد ما يقفلها بيعمل ايه؟ بيفتحها تاني؟ لا بيديني المفتاح. لا 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 اقسم بالله عجبتني. ايه يا عم؟ يا عم بقول لك عزيزي شو يابا والله يابا. يا جدع انت عادي يا جدع بنضحك مع بعض ولا ايه؟ لا لا الا الله. طب انا مره شفت جاموسه سحبه نفسها وعدت بيها من تحت الباب يبقى انا كذاب. يبقى انا بلموت ليه؟ اكيد. فتى انت راجل جيفن هايس خالص. يا عم انت سمعت بيت الكلام اكيد. لا. كده بحاب عجبتني منك. ايوه منك على قد سنك. على قد سني؟ لا انت خلي بالك من سني بقى. ماله سنك عايز تخلع ولا ايه؟ والله حلوه عجبتني. لا سن طويل. ماليش عليك. سن طويل عليه. بقول لك يا صاحبي مش بطلب مفعوله. طب ما انا ممكن اغلط برضه. يا عم سوق ده ساكت. يا عم سوق ده ساكت يابا في ايه؟ انت هتمد ايدك واحد. يا عم امد ايدي. هيخطب. في ايه؟ عمر يا باشا. مالك؟ افتح لي الباب. ما الباب ده عمر يا باشا. مالك يابا؟ مالك يابا؟ مالك يابا؟ استنى استنى. برا عنك يلا. بقول لك يا صاحبي. يابا مالك؟ لا 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 الله بعد عنك. بص علينا كده. مالك يا غلبان؟ ايه يابا بتاخد عني الزيت؟ انا ما خدتش منك زيت ولا حاجه والله. طب ايه السلاح عشان انا عندي عيال عايز اربيها. مش كنت شبع من شويه؟ اقسم بالله عندي عيال. مش كنت شبع من شويه؟ بقول لك ايه يابا؟ بقول لك ايه يابا؟ لا لا بقول لك ايه اقسم بالله ما بتاعي. امال بتاع مين ده يابا؟ بتاع الراجل ده. ايه بتاع ابوه؟ بتاع ابوه يا عم. بتاع ابوه. انت بقى اللي عامل لي قلق. اسمه سامر. يا عم يا عم احنا رقاب. طب ايه؟ لا ما تنفعش. الرجاله دي شرفتنا رجاله قوي وشباب زي الفل ونورتوني والله العظيم في الحلقه النهارده من كريزي تاكسي.
بنت السلامة. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا جماعة معايا في أرستوكراتيك تاكسي أو التاكسي الطبي أو تاكسي العاصمة. أحب أعرف حضراتكم إن إحنا عاملين بروجرام عندنا في التاكسي. البروجرام ده ممكن يبقى بروجرام غريب على حضرتك شوية، ولكن هو أهم حاجة عندنا هي إرضاء العميل. إرضاء العميل، شرب الجنزبيل، شد الفتيل. حضرتك شديت فتيل قبل كده؟ لا ما شديت فتيل بس. حضرتك بتشد معانا الفتيل بتفهم منه، سواء كان عندك بقى أمراض، عندك فيروسات، عندك أي حاجة. بنبدأ بعدة مراحل في التحليلات. أول حاجة تحليل البول، تحليل البراز، ده الليفل الأولاني. عديت معنا مرحلة الليفلات الأولى، بنخش على الليفل الثاني، هو ليفل تحليل الدم والفيروسات. يعني في عندنا عدة فيروسات كبيرة قوي معروفة جدا في مصر. أيوة الكلام ده في التاكسي يعني؟ يا فندم عندنا في التاكسي، لأن البروجرام أنت من أول ما بتركب معايا التاكسي ما ينفعش تنزل غير لما تكون مقدم معايا مجموعة التحاليل دي، وده حفاظا على صحة حضرتك. ده مش بس كده يا فندم، ومع كل تحليل حضرتك بتعمله معانا بتكسب عليه كوباية للتبول مجانا. والله يعني حضرتك من غير أي حاجة دي كوبايه عشان اخد منك عينه البول ومش هبول. ودي برضو عينه البراز وبرضو انا مش هبص. ما ينفعش حاجه تاني؟ طيب كل حاجه متاحه وموجوده يا فندم، على حسب حضرتك عايز تعمل تحاليل ايه. تحاليل ايه يا عم انت بتهزر ولا ايه؟ ايه دي اصلا اللي انت لابسها دي؟ حضرتك ممكن تكون فاهمني غلط على فكره. لا انا ولا فاهم. هو ممكن يكون الموضوع جديد عليك، بس حضرتك ركز في اللي انا بقوله. في عده فيروسات جديده ظهرت عندنا في منطقه الجيزه. في فيروس اسمه الليبيني هرم، وفي فيروس ثاني اسمه طلبيه فيصل. حضرتك اكيد بتهزر ومش فاهم معنى خطوره الموقف. انا اللي بيهمني دلوقتي هو مصلحتك الشخصيه، لان انت شاب صغير لسه في المجتمع للعمر، ما تعرفش انت ممكن يكون عندك ايه. ممكن يكون عندك الليبيني هرم، عندك طلبيه جوه، عندك ترسه. موضوع كبير الترسه. طب موضوع كبير، والفيروسات دي كلها لازم يكون ليها حل، وحلها عندنا احنا. معلش بس هو الدكتور حضرتك ما بيسيقش حد عندنا بقى الارستقراطي التاكسي من الدكاتره. والله بالظبط يا فندم. دكتور في ايه بقى؟ انا دكتور. برافو عليك. عموما انا بفضل مع حضرتك ديمقراطي لحد قبل 10 دقايق من ميعاد التحليل، من ساعه ما بتركب معايا العربيه. بعد كده بيركب معايا فرج، ودلوقتي فرج هيركب معانا. فرج مين؟ حالا حضرتك هتعرف مين هو فرج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تمام فرج؟ ايوه استاذ. الاستاذ انا قلت له على كل الرولز بتاعتنا وعلى كل التفاصيل، بس تقريبا هو مش مقتنع. فانا حابب ان حضرتك يا استاذ فرج بسك عليه. نو لا هشك عليه مش بسك. اوكي بص حضرتك، احنا اهم حاجه هناخد دي هنحطها في فتحه الشرج، وحضرتك هتشرب كده تمام. احنا ممكن نحطها في حته تانية خالص. نعم حضرتك ممكن تجان بول سارتر. حضرتك جان بول سارتر. لا اتكلم باحترام. حضرتك ليه حضرتك بتتعامل ليه مع فرج؟ ازعل ايه ده بس؟ جان بول سارتر. جان بول سارتر. انا عايزك في جان بول. جان بول سارتر. جان بول سارتر. يا عم ليه حضرتك؟ ولد 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 دكتور. لا انا دكتور، انا نفسك دكتور. شيكا سهاء. شيكا سهاء. احنا اصلا من السلام. ارفع الشعار يا طبال واستنزان سلام حضور استقبال. ولازم حضرتك تنزل بالتحاليل مهما عملت. مش هنزل بالتحاليل. فرج ولا فرج؟ عين الوقت. ما انا مش فرج. انا عايز حضرتك تجان بول سارتر. سارتر بس كده. حضرتك سارتر. جان بول سارتر. انا شد الفتيل. شد الفتيل. شد الفتيل. شد الفتيل. هو ما يفهمش يعني ايه، يعني ايه فيروس الليبيني هرم، يعني ايه فيروس صلبيه جوه. كفايه انت عارف. انت مش عيب على نفسك اللي انت عارف. جان بول سارتر. جان بول سارتر. ما تحطش ايدك في حته. جان بول سارتر. ما تزعلكش فين؟ تزعلني ليه؟ يا عم لا انا خايف، انا خايف على مصلحتك. لا ما تخافش على مصلحتك. انت مش عارف مصلحتك. ما تخافش على مصلحتي. انت مش عارف مصلحتك يا عم. ما تعمليش انت مش عارف مصلحتك كده. عشان وحياه النبي. وحياه النبي. سيبني بص مصلحتك ولد مالكش ولد يا عم. ايدك بقى جنب بول سارتر. عشان منك تحس ان انت جنب بول سارتر. سارتر يا عم. سارتر يا عم. جنب بول سارتر. عايز يعمل التحاليل. حط الكمامه لما ننزل السلام. ننزل السلام. يعمل التحاليل. حط الكمامه. حط الكمامه يا عم. البسها انت الكمامه. انت عندك فيروس. عندك فيروس. ابعد عني. ابعد عني. فيروس في ايه بس؟ عنده فيروس. اسمه فتحه الشرج. يا عم وحياة النبي ما تدعيناش يا عم. الشرج ما اسهل. فتحة الشرج ده عندك يا حبيبي. جنبول. لحظة واحدة. جنبول سارتر. جنبول.
جامبول سارتر فيليبيني تحتها جامبول سارتر جامبول سارتر عمي ايدك بس فيليبيني ولد بس 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 مقلب 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 مين يا عم بيقفر ايه يا عم انت تجنب الناس ده مقلب يا عم ايه بس 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 الكاميرا هيك انزل 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 يا ريت يعني نشرب من احنا نزيه الحلقه دي انت توترت خالص اه حقك عليا